اذا مشاهدينا تحيه لجميع مشاهدي قناه شوف تيفي مباشره من قلعه السراغنه بملعب كرياض حي المرس، حيث في هذه الاثناء مباراه قويه بين فريق حي الهناء وفريق تحالف المرس في دوري رمضاني. هذا الدوري اللي كيعرف مشاركه 16 فريق، الفئه العمريه ديالهم كتجاوز 40 سنه. غتبقى معنا مشاهدي قناه شوف تيفي في هذا نقل الهد المباشر لهذا المباراه القويه اللي كما قلت مشاهدينا اللي كتجمع فريق حي الهناء وفريق تحالف المرس. قلت مشاهدي قناة شوف تيفي فهاد الدوري اللي تعرف مشاركة 16 فريق من أحياء المدينة ومشاركة كذلك فرق من المهاجرين الأفارقة. هذا الدوري اللي كيعرف مشاركة ديال 16 فريق بالنسبة لهذه المباراة اللي كتجمع ما بين فريق حي الهناء وفريق تحالف المرس. لا زالت النتيجة 0-0. كما كتابع معنا مشاهدي قناة شوف تيفي فهاد المباراة مباراة قوية بين فريق حي الهناء وتحالف المرس فهاد الدوري الرمضاني. كما قلت مشاهدينا هاد الدوري اللي كيعرف مشاركة 16 فريق الفئة العمرية ديالهم كتخطى 40 سنة. كانت محاولة قوية لفائدة فريق حي الهناء ومن دوري مشاهدي قناة شوف تيفي تعرف مشاركة فرق فارقة من جنوب الصحراء
ضغط في هذا الأثناء. بلقاهاش اسمع عمد. لفريق حي الهناء. كتبوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في هذا الدوري الرمضاني اللي كيعرف مشاركة 16 الفريق. الفئة العمرية ديالو تخطى 40 سنة بمشاركة فرق من فرق أفريقيا جنوب الصحراء.
إذن مشاهدينا كما كتبوا معنا فمباراة قوية بين فريقين، فريق حي الهناء وفريق تحالف المرس في هذا الدوري الرمضاني. دائما النتيجة 0 لمثله بين الفريقين. شوية أخوي الله. Thank you.
لأن العارضة تنوب عن الحارس فهذه اللقطة مشاهدي قناة شوف تي في كما قلت هدف لفائدة فريق حي الهناء، هدف لصفر لفائدة فريق حي الهناء. هذه المباراة القوية Yeah.
اول مره
بصح كيفاش اخويا انت ابعدنا من حداك وقلبتي علينا هذيك جاتنا وعايش غير نسيم ليلى انا خويا تصور لي Wait, wait, wait.
مشاهدينا. النتيجة دائما هدف بالصفر لصالح فريق حي الأناء. هذه المباراة القوية اللي تجمع ما بين فريق حي الأناء وفريق تحالف المرس هذا الدوري الرمضاني.
لقد فرستها ما عليك ما عليك إذن هدف تعادل للمشاهدين، هدف تعادل، إصابة في كل الشبكة، هدف تعادل من طرف فريق تحالف المرس، هدف التعادل. هذا المباراة القوية اللي كتجمع ما بين تحالف المرس وحي العناء في الدوري الرمضاني اللي كيعرف مشاركة 16 فريق من ضمنهم فرق افريقيا من جنوب الصحراء. فكما قلت مشاهدي قناه شوف تي في، التعادل اصابه كل شبكه هذه المباراه القويه. إذن مشاهدينا نهاية المباراة بالتعادل، إصابة في كل شبكة بين فريق حي الهناء وفريق تحالف المرس في إطار هذا الدوري الرمضاني اللي كيعرف مشاركة 16 الفريق. نلقاكم مشاهدي قناة شوف تيفي في مباشر جديد في موضوع جديد، فتقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام. إلى اللقاء.